شهر رمضان هو شهر مميز بالنسبة لنا، كل حاجة مختلفة، اليوم مختلف، طريقة التدريب، طريقة الأكل، طريقة النوم، بنتمرن برضو فترتين وأكتريتهم بيبقوا قبل الفطار. حجم التدريب بيختلف عشان بنكون بنتمرن وإحنا صايمين، في فترة اللي هي بتبقى الصبح ما بنعملش فيها أحجام كبيرة عشان طبعا بنبقى صايمين، ولو عملنا فيها أحجام كبيرة هنتعب على بقية اليوم مش هنقدر نكمل صيام. في فترة تانية بتبقى قبل الفطار بحوالي ساعة ولا ساعة ونص، دي اللي بنحط فيها الحركات الصعبة بتاعنا اللي هي الخطف، الكلين، السحب، الحاجات المهمة بتاعنا. تمرين في رمضان في بعض الاختلافات عشان نقدر نعوض الجسم بالحاجات اللي بتنقصه، ممكن تصل ان انت محتاج 4 لتر 4 لتر ونص، وكان في رفع اثقال احنا بنحرق نسبه كالوريز كبيره جدا ممكن تصل الى 4000 كالوريز. في وزن معين ليا اللي هو انا بلعب فيه ميزان 94، ما ينفعش ازيد عنه لان لو زدت عنه ما بقدرش العب البطوله، لازم الميزان يكون 94، ولو قليت عنه انا اللي بكون خسران لان كل كيلو لاعب بيزيده بيفرق معاه كتير في الحديد في البالانس. المفروض تاكل على 4 أو 5 مرات. الوجبات عامه كلها ما تبقاش حجم كبير، في وجبه الفطار بتاعنا اللي هي لازم تكون وجبه كبيره ما نقدرش نفوتها ووجبه السحور، بنخلي دول وجبتين كبار، في الوسط بيكون في وجبتين خفاف، تمر بحليب، ديزرت، بنحتاج بروتين اكتر نعم، بس لازم تكون الوجبه وجبه كامله، حليب فيها نوع بروتين، فيها نشويات، لازم تكون الوجبه فيها خضار. اي لاعب اعتقال احنا بناكل كتير، بناكل كتير جدا، فممكن كيلو لحمه، فرخه كمان تبقى قليله ممكن ناكلها قبل الاكل كده مثلا ولا حاجه. عامه هي وجبتي المفضله اللي انا بواظب عليها طبعا في رمضان التمر بحليب، حاجه مفيده جدا، التمر من المواد الغذائيه اللي بتدي طاقه كبيره جدا. التمرين في الصيام بيكون لذيذ جدا، مش متعب زي ما بعض الناس مفكره ان هو انك تتمرن في الصيام مش تقدر تكمل صيام، هتكون عطشان، هتكون تعبان، بالعكس هو اول يومين ممكن يكونوا تعب شويه، بس باقي الايام فعلا كوني فرحانه ان تمرني في رمضان. حضرنا بطوله واحنا كنا صايمين، كانت بطوله العالم للشباب تحت ال 20 سنه في جورجيا 2016، اصرينا ان احنا نكمل البطوله واحنا صايمين، حققنا ميداليتين برونزتين، كان احساس جميل ان انت تقدر تحط لنفسك تارجت ان انا هلعب البطوله وانا صايم وهحقق انجاز، وفعلا تحقق اللي انت قلت عليه. رمضان مش موجود عشان نوقف تدريب او ناخد ريست من التدريب شويه، تقدر تنظم البرنامج اللي انت حابب تنفذه من غير ما يكون شاق عليك. اتمنى ان كل يبدا التمرين في رمضان تقدر تعمله.